الحمد لله على السلامة يا مصر. وطبعا كلامنا موجه تحديدا للناس اللي حالتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد العيد إن شاء الله. النهاردة هو أول يوم في العودة للعمل بشكل رسمي بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وكان قبليها أجازة يمكن أطول بالنسبة لبعض الموظفين اللي هي شهر رمضان، أجازة طويلة بتاعت عيد الفطر اللي هي 6 أيام. نتمنى أن الكون يكون استمتع بأجواء العيد، عمل ريفريش كده لحياته علشان يرجع مرة تانية يستعيد نشاطه في شغله، يكمل شغله. كلامنا للموظفين، كلامنا للناس اللي أعمالهم يمكن بتأثر على أعمال ناس تانية، كلامنا مرتبط بأي مسؤول معطل حاجة، موقف حاجة علشان حاطط يعني حالته كده على وسائل التواصل بعد العيد إن شاء الله. بس مين فينا ما كانش حاسس الإحساس ده؟ يعني كلنا بنيجي في رمضان، في أول رمضان دايسين بنزين جامد في العبادات والعزايم ومقابلتنا مع أهالينا والحاجات دي كلها، حتى في شغلنا وده بيأثر على الكل، بنبقى عاملين كده. بنيجي في آخر رمضان بقى خلاص تعبانين مش قادرين، يعني يا دوب عايزين إن احنا نخلص بقى عشان نوصل للعيد، وفي نفس الوقت أجواء الرمضانية بالنسبة لنا بتبقى شدانة جدا وعايزين ندوس بنزين أكتر في العبادات وغيره وغيره. فإحنا بنبقى عايزين ندخل أو آخر أيام رمضان كده إحنا إيه، إحنا عايزين ندخل بقى على العيد، وأي حاجة هتطلب مننا دلوقتي بتتطلب منا شغل كبير لا هيبقى بعد العيد. لكن أنا واحدة من الناس مثلا اشتغلت أهو في العيد ما زي الفل، مفيش حاجة قدامكم يعني زي الفل أهو بالظبط، بس أنت اشتغلت العيد كله حقيقي. فبالنسبة للناس اللي خلصت أجازتها خلاص وخلص معاها موسم بعد العيد إن شاء الله، يعني زي ما قلنا يمكن في آخر أيام رمضان إحنا كتير قوي بنبتدي نأجل أي خطط لينا أو أي حاجة هنعملها، ونقول يلا بعد العيد بقى نبتدي نرجع تاني بقوة، وهي دي بتبقى الأجازة اللي إحنا نفصل فيها ونريستارت ونريفرش فيها كده ونرجع تاني شغلنا ودراستنا، أو أي حد بيرجع يعيد اللي هو كان بيعمله مرة تانية يرجع بالفول باور زي ما بيقولوا. إحنا خلاص أهو العيد خلص، الأجازة كمان خلصت، بقاش بقى في حاجة. إن شاء الله الناس تبتدي يومها النهاردة بنشاط وإقبال على الشغل والإنجاز في الحياة العملية. وحياتك في ناس بتقول بعد العيد وتحط الاستاتيو دي أو الحالة دي لبعد العيد الكبير. أنا ما حددتش، يقول لك أنا ما حددتش أنهي عيد، صح؟ هو يعني بس أنت اتكلمت في قصة إن إحنا برضو نعذر الناس. رمضان شهر العبادات، شهر الكرم، شهر الضيافة، بنستقبل ناس، الموضوع معانا بيتغير، لكن في النهاية ده بيأثر على عطائك. يعني انت لو مسؤول بتخلص ورق ففي ناس طوابير مستنية، لو انت في مسؤول عن فريق عمل فالفريق العمل ده مستني ان هو يعمل شغل. قيس بقى على ده كم حاجة متعطلة. عايز اقول لكم برضو ان قصة رمضان وقصة العيد يعني أثرت على الكل بالسلب فيما يتعلق بالساعة البيولوجية. في ناس كتير جدا يومها بيبقى متلخبط في شهر رمضان علشان طبعا مواعيد النوم ومواعيد السحور وبعدها أجازة العيد، فاليوم بيتلخبط أكتر. وإحنا عارفين غذاء الجسد هو حاجتين، الأكل والنوم، فالاتنين بيبقوا فيهم يعني فيهم إيرور، فطبعا ده بيعمل ضغط كبير على الجسم، بيكون في نوع من الكسل شوية. فلازم الناس تظبط مواعيد نومها مرة تانية، لازم الناس ترجع لروتين نومها الطبيعي اللي هو على الأقل من 6 ل 8 ساعات متواصلين علشان تقدر تستعيد طاقتها الذهنية، علشان تقدر تدخل في مود الشغل، علشان هي كمان لو مسؤولة عن أي خدمة مقدمة لأي حد تقدر تدي يعني بكامل طاقتها بدون يعني ما تأثر على نظامها اللي هو متعود عليه طول اليوم. حقيقي عايز أقولك كمان أنه بالنسبة للروتين اللي أنت بتتكلم عنه خلينا ما ننساش برضو ان احنا في رمضان وفي العيد يمكن كترنا شوية من الاكل، بالذات في العيد. انا طبعا اول مرة اكل، يعني مش اول مرة اكل كحكة، لكن اول مرة اكل كحكة بالكميات دي. فخليني اقول ان الروتين ده حتى ما أثر على مش بس في الشغل والصحيان بدري او في الدراسة او ايا كان الروتين اللي حضراتكم متعودين عليه، لكن كمان في لخبطة في الاكل ومواعيد الاكل، وده خلى ان كل حد فينا يمكن كنا بنتكلم ده على ده في العيد اكتر وجبنا فقرات عنه كتير، ان احنا مش عارفين نظبط تاني يعني اكلنا والوجبات نقسمها بشكل صحيح، ويمكن بيقولوا عليه الشوجر انتيك يعني او السكريات اللي احنا اكلناها كتير طبعاً. دي ازاي نوقف؟
نوقفها ونرجع مره ثانيه للرياضه، ايا كان بقى نوع الرياضه اللي حضراتكم بتمارسوها. فاحنا بنتمنى ان النهارده كده يكون ان شاء الله يوم جديد مليان بالطاقه والخير والحيويه، ونبتدي كلنا نرجع مره ثانيه لحياتنا ما قبل بقى مش بس العيد، لا كمان رمضان وروتين اللي احنا متعودين عليه في يومنا، نرجع له ثاني بقوه وبنفس العزيمه اللي احنا كنا عليها قبل كده. واحنا النهارده معاكم هنشجعكم ونشجع نفسنا كمان ان احنا نبتدي اليوم بكل طاقه وايجابيه. بنصبح عليكم مره ثانيه واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.